وهذا هدول الكلمتين اللي تطلع تحكيها انه هي خايفة تتكلم ولا شيء. بس انا بقولها لحلا: يا حلا اني بظهرك واني معاكي، حتى لو رفعتي علي قضية، حتى لو ترفعين علي 10 قضايا، اوكي؟ ولا تلوميني، انا بالنهاية انا ام، يعني انا بالنهاية ام، ولازم اتعامل معاهم بنفس الاسلوب. فبليز حلا، يعني انا اقدر انه هي تعبانة، يعني اكيد هي ما الومها، حلا مضغوطة نفسيا، حلا انا متأكدة 100%، لانه انا قاعدة اشوف مو هاي بنت اللي انا عارفها. فان شاء الله في اللايف راح تعرفون وايد اشياء. لا لا لا، وايد اشياء، لانه هاي عيلة تحب تفرق، عيلة تحب الخراب، عيلة تحب الدمار. فبس انا برجع بعدين بسوي لايف معاكم وبقول السالفة.